باي. والله وقعت. رصدناه لحد عدن بس بعدها ما بين له اي اثر. انتي عارفة خطورة الموضوع اللي بتتكلمي فيه يا سارة؟ طبعا بس رح اوصل له. انا عم بحدد موقعه من خلال موبايله، لو يفتح تليفونه دقيقة واحدة رح اجيبه. كل الاعمال اللي عملناها باليمن يا سارة بكفة، وتهريب الاثار بكفة. تعرفي يا سارة انه اذا ما حصلنا هذا الشخص رقابنا انا وانتي بتطير. هاي مش اول مرة انا بغامر بروحي، شوفت عينك بعدني عايش.